متابعي قناة بلا زواق تي في، أسعد الله مساءكم. إذا دائما في نفس المقهى التي تتبعنا فيها مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره التنزاني، والتي كانت نتيجتها إيجابية بثلاث أهداف نظيفة لفائدة المنتخب المغربي. معنا أحد المسيرين بهذا المقهى، تفضل. مشكورا. السلام عليكم، مرحبا بقناة بلا زواق تي في. عندنا نهار كبير هذا، قمنا مشاهدة المباراة رائعة قام بها المنتخب الوطني اليوم، وقام بنتيجة إيجابية 3-0. إذن هناك أقوال ورائجات تقول بأن أصحاب المقاهي وأرباب المقاهي يستغلون هذه المناسبات لزيادة في ثمن المشروبات. بالنسبة للمقهى ديالنا سيدي، ما كانت حتى شي زيادة في الأثمنة ديال المشروبات، نفس الاثمنه اللي كان في الايام العاديه حتى هي كاينه في الايام ديال المباريات، ما كانت حتى زياده، والثمن كيكون هو. وكنرحبوا بجميع الزبناء هنا في المقهى ديالنا عند المقهى. اذا شنو ممكن تقول لنا السي محمد على الاستعدادات اللي وجدتوها لهذه المباراه؟ والحمد لله قمنا بجميع الاستعدادات بما فيها، زدنا في الطاولات، في الكراسي، في باش يكون في المشروبات على الثاني، يعني في جميع المسائل يعني اللي خاصة بالمقهى، يعني قمنا ب يعني على ما يبدو أنكم وفرتم جميع اللوازم التي يحتاجها الزبون. نعم. خلال تتبعه لهذه المقابلة. نعم نعم. لو حبذا لو تعطونا فكرة عن مدى استجواب أو تجاوب الجمهور خلال هذه المقابلة وتعامله معكم كنوادي ومسيري هذه المقهى. الجمهور كان في المستوى، نعم، كانت المساعده، وكانت من كلا الطرفين، لا من كلا الجمهور ولا من كلا المستخدمين، حتى العمال ديال المقهى، نعم، كانوا في المستوى، وكانت يعني حتى المباراه كانت في المستوى، والجمهور هو كان في المستوى صراحه، والاثمنه هي ما كانش زياده في الاثمنه. اذا نتمناو ان باقي المقاهي تقوم بمثل ما قام به مسير هذا المقهى، والالتزام بالأثمنة المخصصة للمشروبات طيلة أيام السنة. وشكرا لكم، ولنا موعد آخر إن شاء الله.